في القلب بالتوبة والأوبة والندم والرجوع إلى الله جل وعلا أشرق الإيمان في قلب العبد المؤمن مرة أخرى. نعم أيها الأفاضل، تدبروا معي قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فالإيمان سبب وثمرة، فالإيمان سبب وثمرة، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. يعني قد يسألني الآن هذا الجمع الكريم وهذا الحضور المبارك: ما السبيل ليتذوق قلبي حلاوة الإيمان؟ ما السبيل ليتذوق قلبي طعم الإيمان؟ ما السبيل لتشرق أنوار الإيمان على قلبي؟ والجواب على كل هذه الأسئلة في كلمة واحدة، نعم إنها كلمة واحدة، إنها الإيمان. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. هل تعلم حبيبي في الله أن المراد بهداية القلب في هذه الآية كما قال جماهير المفسرين وعلماؤنا المحققون، هل تعلم أن المراد بالهداية هنا هي هداية التوفيق؟ لأن الهداية أنواع: هداية عامة ولا يتسع الوقت للتفصيل، وهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، والهداية الثالثة وهي أعلى أنواع الهداية، بل وهي أشرف نعمة يمتن الله بها على عبد، ألا وهي هداية التوفيق. ثم بعد ذلك الهداية في الآخرة للصراط المؤدي إلى جنات النعيم. وعلى قدر استقامتك هنا على الصراط في الدنيا، على الصراط المستقيم في الدنيا، تكون هدايتك في الآخرة للصراط الذي يؤدي بك إلى جنات الله جل وعلا. الشاهد أن هداية التوفيق معناها جعل الهدى في القلب. تدبر معي هذه الكلمات الثلاث: جعل الهدى في القلب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وهذا هو المعروف بالإلهام، والإلهام هو ما يلقى في الروع أي في القلب، كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره. وكما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الشاهد أيها الأفاضل أن هداية التوفيق التي تسأل الله أن يرزقك إياها في كل ركعة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه هي هداية التوفيق، أن يجعل الله الهدى في قلبك. ما معنى ذلك؟ بعض الناس تصور أنه ليس في حاجة إلى هداية التوفيق ليدعو الله أن يرزقه إياها في كل ركعة. لا لا، بل أنت في حاجة وأنا في حاجة إلى هداية التوفيق مع كل نفس من أنفاس الحياة، لتتكلم في الوقت الذي تتكلم فيه بما يرضي الله، ولتعمل في الوقت الذي تعمل فيه وفق مقتضى مراد الله. هذه هداية التوفيق التي تسأل الله أن يرزقك إياها كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع آخر. إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها الستائر أو الستور، قال له هذا الداعي على رأس الصراط: ويحك ويحك، لا تدخل، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. يعني لو فتحت هذا الباب ولجت ودخلت. ما معنى هذا المثل؟ يقول الصادق صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ولكنني أؤكد لحضراتكم بأن هذا الواعظ في قلوب كثيرة قد قتل،
قد مات لطالما صرخ فيك وقال لا لا تنظر إلى هذا الموقع الإباحي، لطالما صرخ فيك وقال لا لا تتكلم بهذه الكلمات، لطالما صرخ فيك وقال إلى متى تضيع صلاة الفجر، لطالما صرخ فيك وقال لا لا تخطو إلى هذه المعصية، ولكنك في كل مرة كنت تكتم أنفاس هذا الواعظ في قلبك حتى صرت لا تسمع صوته في أي معصية وفي أي تقصير وأمام أي جناية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالقلب الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وأشرق عليه نور الإيمان هو القلب الذي يوفقه ربنا هداية التوفيق ويجعل ربنا جل وعلا الهدى فيه. وهذه ورب الكعبة أشرف وأجل وأكبر وأعظم نعمة ينعم الله بها على عبد. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله أكبر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء ولا يتسع الوقت للتفصيل أيها الأفاضل. القلب الثاني قلب أغلف. قلب أغلف أي تغلف في أغلفة الكفر. قال الله حكاية عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فتغليف القلب حتى لا يسمع عن الحق وحتى لا يفهم مراد الحق إنما هي عقوبة لإعراضهم عن الحق. اسمع ماذا قال ربنا بل طبع الله عليها بكفرهم. اسمع ماذا قال ربنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اسمع ماذا قال ربنا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هذه الأكنة على القلوب تحول بينهم وبين فهم الحق، وهذا الوقر في الآذان يحول بينهم وبين سماع الحق، وهذا الحجاب يمنعهم من رؤية الحق. كل هذا كان عدلا من الله، فربنا جل وعلا عدل وما ربك بظلام للعبيد. كان هذا عقوبة من الله جل وعلا لإعراضهم عن الله، لإعراضهم عن الحق، لإعراضهم عن الرسل والأنبياء. وأما ثمود فهديناهم هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان فأعرضوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. حتى لا نتهم ربنا جل وعلا في قضائه وفي قدره، والإيمان بالقدر خيره وشره ركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. فالقلوب التي غلفت بأغلفة الكفر كانت هذه الأغلفة عقوبة من الله جل وعلا لأصحاب هذه القلوب المعرضة عن سماع الحق وفهم مراد الله سبحانه وتعالى. ثالثا أيها الأفاضل، قلب منكوس عرف ثم أنكر. خلي بالك من هذا القلب، لأن أصحابه الآن كثر، بل أنا أقسم بالله لو مات أصحاب هذا النوع من أنواع القلوب لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات. قلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق، وهذا مرض خطير ومرض كبير. مرض النفاق أكبره نفاق الاعتقاد، وهو كفر أكبر مخرج من الملة، وهو أن يعتقد الإنسان بقلبه الكفر وأن يظهر الإسلام.